اهلا بيكم متابعي قناتنا، قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده موضوع موضوع تحذيري. تحذيري. الحقيقه مش جايين نخضكم، لكن جايين نقول لكم خلي بالكم، ظهور مرض غامض بالفعل واصابه 200 شخص بيه. هنتعرف مع بعض على اعراض المرض ونشوف ايه الحكايه بالظبط وازاي تم نقله للاشخاص دي. تابعونا بعد الفاصل، ولكن فضلا وليس امرا ما ننساش طبعا نضغط لايك للفيديو. هرجع ليكم مره تانية بعد الفاصل. ظهر المرض اللي بكلمكم عنه في نجع سند بمحافظة قنا، 201 مجموعة من الشباب أخذوا ميكروباصات وطلعوا علشان يقضوا العيد في سفاجة. لحد هنا الموضوع كان عادي جدا، والعيد خلص والموضوع عدى عليه حوالي أسبوعين بعد العيد ويمكن أكتر. ظهرت الأعراض بعد كده على 201 من القرية، وتم حصرهم طبعا من قبل وزارة الصحة. ارتفاع في درجات الحرارة وحمى وتكسير في الجسم والعظم وآلام في المعدة. الحقيقة الموضوع لحد دلوقتي مش عارفين نوع المرض بالظبط، ولكن في اشتباه وتكهنات بتقول ان المرض ده هو حمى الضنك، وده لان المرض ده كان منتشر في سفاجة والشباب دول فعلا راحوا سفاجة وقضوا العيد هناك. واتحركت على طول وزارة الصحة وبعتت مندوبين ليها، وتم اخذ عينة وتحاليل طبعا للناس اللي ظهر عليها الاعراض، والى الان منتظرين طبعا نتيجة التحاليل. هنشوف دلوقتي مداخلة هاتفية للمراسل احمد بكري من NBC، اتصل ببرنامج الحكاية وهيقول لنا ايه الموضوع بالظبط وايه التفاصيل وايه اللي بيحصل في محافظة قنا. ايه اللي حصل في نجع سند؟ هو يعني خليني في البداية اقول لك استاذ عمرو ان المرض ده كان منتشر في مدينة سفاجة ومدينة القصير، ودول تابعين لمحافظة البحر الاحمر. اما عملية نقله الى قرية يعني تابعة لمركز جوث في قنا وهي قرية العلاقات، المسألة كانت عبارة عن يعني علمنا من اهالي البلدة والعمدة بتاع البلدة ان في عدد من الشباب كانوا راحوا عملوا مصيف في العيد الماضي. بدأت تظهر عليهم العلامات التعب، وهي كانت عبارة عن يعني ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتكسير في العظام وإرهاق شديد. يعني احنا العيد بقاله فترة طبعا انتهى، ولكن لعدم وجود وحدة صحية تعمل، لأن الوحدتين اللي موجودين في القرية دخلوا ضمن حياة كريمة، تطويرهم ضمن حياة كريمة، واللي موجود حاليا عبارة عن شقة مأجرينها فيها دكتور بيجي مرتين في الأسبوع. نتمنى بقى من وزارة الصحة سرعة تطوير الوحدات الصحية والخدمات الصحية اللي بتتقدم في محافظة قنا وفي القرى التابعة ليها، عشان لما ينتشر مرض أو بعض الأوبئة زي ما حصل دلوقتي نقدر نلحق الناس ونقدر ننقذهم بسرعة. تعالوا نرجع ونكمل ونشوف ايه اللي حصل بعد كده. لا يعني ايه دخلوا في حياتي حياه كريمه، يعني العيادات بيطورهم تطويرهم يا استاذ عمرو، بيتطوروا بيتطوروا وحدتين بيعملوا لهم تطوير. ولكن اليوم طبعا وصل الى القريه وكيل وزاره الصحه بقنا والطب الوقائي وبعض المسؤولين في وزاره الصحه، وتم سحب عدد كبير من عينات دم طبعا ل 68 حاله مرضيه من الحالات اللي طبعا تعرضت للمرض. تم سحب عينات استاذ عمرو من احواض الصرف الصحي ومياه الشرب اللي موجوده في القريه. وحتى الان طبعا يعني ما زال المرض غامض. كل وزاره الصحه بيعتمد حاليا على التحاليل، هو سحب عينات تحاليل من انما لقى اصابات فعلا. انا بس عايز هذا الامر ناكده ان هناك اصابات بالفعل. موجوده الاصابات، والصور اللي بتعرض حاليا هي صور الاهالي اللي فعلا يعني ظهر عليهم الاعراض دي. طب هم بيتعالجوا ازاي؟ يعني هو تعرف هم عندهم ايه؟ اتعرفوا طبعا، لكن التحاليل لسه ما اكدتش نوع المرض. هم عندهم اعراض متشابهه، عندهم كلهم سخونيه وعندهم تكسير في العظام، عندهم اعراض موجوده لكن ما كانش معروف المرض، وحتى اللحظه اللي بكلمك فيها استاذ عمرو لم تعلن. وهم دول يعني هم دول كلهم كانوا في سفاجه وجم؟ لا، اللي راحوا سفاجة يعني تقريبا من 25 ل 30 عربيتين ميكروباص، شباب راحوا يتفسحوا في العيد، ولكن عند عودتهم بدأت تظهر عليهم الأعراض، وطبعا الأعراض دي يعني خلي بالكم، لأن كده معناه إن الموضوع معدي. عشان يتعالجوا لازم يا حبيبي بمعروف عندهم إيه، فهم قالوا لهم أنتوا عندكم إيه؟ لا، هم هيقولوا لهم بعد التحاليل ما تخرج النهارده أو بكره الصبح في عينات اتاخدت النهارده منهم عشان يعرفوا الاعراض دي بتاعت مرض ايه. هم شاكين في ان المرض ده ممكن يكون حمى الضنك اللي هي بتنقل من خلال يعني ممكن تبقى
زي مثلا الاحواض بتاعه الصرخ الصحي او خلافه، او المناطق اللي بيئتها غير صحيه، او ان يكون انتقل من خلال الرحله اللي عملوها للبوسير، لان المرض موجود في قريه البوسير، في مدينه البوسير ومدينه تفاجا. خلي بالكم بقى، لان الموضوع كده مش سهل، ومش عارفين لغايه دلوقتي المرض ده نوعه ايه ولا بيتنقل ازاي، كل دي تكهنات. لكن لازم ناخد بالنا ونتعامل زي ايام كورونا بالظبط، ونحافظ طبعا على وجود مسافات، ونحافظ على النظافه، ونركز جدا، لان محدش عارف لغايه دلوقتي هل المرض هينتشر اكتر من كده ولا الوضع هيكون ازاي. وهنتابع معاكم التفاصيل اول باول ان شاء الله بعد تقرير وزاره الصحه. بشكر كل الناس اللي شافت الفيديو وتابعته للاخر، وان شاء الله في الفتره اللي جايه هنتابع تفاصيل الموضوع اول باول. شكرا بكم، واهلا وسهلا في قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. We'll be right back.